إنه الفنان مهند الحميدي. وش عجب قطبية يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم السوا واليومية. وش عجب قطبية يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم السوا واليومية. همي يزيد شلون والناس يتشمتون بعدك فضحني الشوق حتى مثل مجنون. لاقى هذا المخلوق ضجة إعلامية كبيرة، حيث أنه خلال أيام جمع متابعين ولايكات ومشاهدات أكثر من ناس عجرا. واشتهر هذا الفنان في قمع الذبابات بطريقة خطيرة واحترافية. وبعد كل هذه الشهرة قرر أن يترك مجال الفن وأن يغلق الصفحة. تابعوني على حسابي الشخصي، أنا راح سكر الصفحة وتابعوني على حسابي الشخصي. تحياتي. هذا القرار أثر على أناس كثيرين، ومنهم من أصابته حالة هستيريا، ومنهم من قرر الانتحار لأن حالته النفسية لم تعد تتحمل. والآن مع كما ترون يعني الحالة مذرية جدا. ممكن تحكي لنا شو عم يصير معك أخي الكريم لو سمحت؟ لو سمحت يا أخي ماشي شو زعلت لك أنا؟ لو سمحت يا أخي كما ترون أخوتي الكرام، يعني نحن لا ندري ماذا يحصل أمامنا، ولكن يعني سوف نرى. لو سمحت أخي الكريم، آخر كلمة بس، بس تجاوبنا شو السبب؟ لو سمحت يعني يا أخي. بعد التدقيق والتمحيص والبحوثات العلمية التي أجراها فريق مبارك شو اسمه جيوغرافيك، قررنا أن نلتقي ببعض الخبراء لمعرفة سر هذا الأمر. في الحقيقة كنت أتصفح برنامج فيسبوك، وإذا بمخلوق غريب يظهر أمامي، منشوراته غريبة جدا. إن العمود الفقري له علاقة وطيدة بالمؤخرة، لذلك حينما تحبس الغازات تصعد عبر العمود الفقري لتصعد بدورها إلى العقل، فتعطي أفكارا نراها في منشورات هذا المخلوق. رسالة إلى العم أبو مهند، تحية طيبة وبعد. عم أبو مهند، موجهين الله عليك، الضب هالشواحن اللي بالبيت؟ ما في داعي مهند، اشحن تليفونه وبطريقك شيل هالراوتر من البيت، بتكون فضلت على راسنا. مشكور، سلام. في اليوم الثاني من اعتزال هذا المخلوق قام بنشر منشور على الفيسبوك يقول فيه أنه تراجع عن قرار اعتزاله، مما أدى إلى رجوع الفرحة إلى وجوه الناس. ومعنا أيضا أكبر تاجر مخدرات في العالم كله، توين تشان تشونغ. في الحقيقة أنا وبصفتي تاجر مخدرات
أعلمكم أن كل ما يقوله هذا المخلوق ليس له علاقة بمنتوجاتي، وأحيطكم علما أن شركتي لا تتحمل عواقب استهلاك منتوجاتي وما تخلفه من حالات هلوسة كما ترون ما يحصل أيها السادة مع هذه الحالة المربكة أمامنا. ولكم جزيل الشكر، الجودة هدفنا. ويبقى السؤال، هل خروج هذا المخلوق محض صدفة أم أن هناك أمر مخبأ في سراياه؟